نعمل الكحك على البارد. عملنا الكحك بطريقة جدتي، هنعمل الكحك بقى المودرن، الكحك الجديد اللي بيتعمل من غير ما نقدح السمنة. مقاديرنا هتكون كيلو دقيق، كوبايتين ونص سمنة بلدي بدرجة حرارة المطبخ، عندنا كمان 3 معالق كبار من السمسم محمص ولازم يكون محمص، 3 معالق كبار من اللبن البودر، معلقة كبيرة خميرة، معلقة كبيرة سكر، معلقة صغيرة من ريحة الكحك، رشة ملح، نص كوباية لبن، وربع كوباية مية دافية لو هنعمل اختبار للخميرة. أما لو مش هنعمل اختبار للخميرة فنشوف الدقيق بتاعنا محتاج يتحط له ربع كوباية المية دي ولا لا. تمام، هنجيب بولة أو العجان على طول. تمام، عموما الكحك بيتعمل على ايدينا. تمام، بس لو عندك عجان هيأدي نفس الغرض. هنحط الدقيق بتاعنا ونحط عليه كل المكونات الجافه اللي عندنا، والدقيق دقيق فاخر، دقيق مخصوص للكحك والبسكوت علشان ياخد معاكي او يديكي نتيجه كويسه وما يفرش منك وما يطردش السمنه معاكي، لان الموضوع ده حاصل كتير الفتره دي. ريحه الكحك ودي بتختلف من عطار لعطار، فكل ما جبتي من عطار كويس كل ما خدتي نتيجه وريحه احلى للكحك. حطينا اللبن البودر وقلنا عندنا 3 معالق كبار من السمسم، والسمسم لازم يكون محمص علشان ما عندناش سمنه مقدوحه نحمص فيها السمسم. فاضل معايا السكر والخميره، ويفضل برضو ان احنا نعمل اختبار. انا المفروض في ما عندنا هنا ضروري بيكنج باودر، هو مش مكتوب ولازم يتحط له بيكنج باودر، معلش هنكتبه ويدخل لي باكت بيكنج باودر، يعني 16 جرام او معلقه كبيره. تمام، انت لو واثقه من الخميره بتاعتك هتحطيها على طول في الدقيق، لو مش واثقه فيها هتحطيها مع السكر مع ربع كوبايه ميه دافيه وتخلطيهم مع بعض وتسيبيهم 10 دقائق، لو لقيتيها فارت فكده الدنيا تمام والكحك بتاعنا هيبقى زي الفل. تمام، حطينا كل المكونات، فاضل معانا البيكنج باودر والكحك على البارد، ما ينفعش من غير البيكنج باودر. تمام، وادي ذره الملح، وفاضل معانا اللبن والسمنه. هنقلب مكوناتنا دي لوحدها، بس انا هستنى يدخل لي بس البيكنج باودر. خلطنا كل المكونات الجافة وفي انتظار البيكنج باودر، لأني مش هينفع أحط أي حاجة سايلة من غير ما نحط البيكنج باودر فيه. تمام، بقى إيه الفرق بين الكحك البارد والكحك اللي على السخن؟ الكحك اللي على البارد فترة تحمله أو قعدته في البيت كتير مش هتديله نتيجة حلوة، يعني ما ينفعش يقعد معانا فترة مثلا أسبوعين ثلاثة، لا يعني أقصى حاجة أعتقد أنه هيكون أسبوعين، غير الكحك المقدوح ممكن يقعد بالشهر وأكتر وهو تمام وزي الفل. تمام، الكحك اللي على البارد ميزته ايه بقى؟ ميزته ان هو خفيف على المعدة، لاننا مش قادحين السمنة وغليينها كتير، فهتلاقيه خفيف وما بيعملش حموضة زي الكحك اللي على السخن. تمام، وادي البيكنج باودر دخل، هضيفه وكده يبقى حطينا كل المكونات الجافة ونقلبها مع بعض. ميزة الكحك اللي على البارد كمان بيبقى ناعم، ما بيحتاجش اصلا كمان تخمير ولا حاجه لاننا حاطين بيكنج باودر، هنشتغل على طول ونريح حاجه بسيطه وبعدين نخبز. تمام، ادي السمنه بدرجه حراره المطبخ، وطبعا كل ما حطيتي سمنه نوعيتها كويسه اكيد اكيد كل ما الكحك طلع احلى، ريحته حلوه وطعمه في منتهى الجمال. هنا بقى بعد ما تحطي السمنه ضروري تبسي الكحك بايديكي، او هنبسه النهارده بالعجان. بسيه بايديكي يعني تحطي العجينه ما بين ايديكي الاثنين وتدعكي فيها جامد جامد لغايه ما تشربي الدقيق كله للماده الدهنيه اللي احنا حطيناها وهي السمنه. يلا بينا احنا نعمله بقى في العجان بالشكل ده. جدا، ومعانا غاده، بصوا بقى يعني عايزه اوريكم قد ايه هو ناعم
بصوا ده التأثير اللي هنعمله بإيدينا لما ندعك الدقيق مع السمنة بالشكل ده. عملتهولي أو عملهولي العجان، بصوا تحفة جدا، مش محتاج حاجة خالص. يا دوبك هنبدأ نحط نص كوباية لبن، معاكي من نص كوباية لبن لكوباية لبن بالكتير، وما تكتريش عن كده عشان ما ينشفش منك. يلا بينا بقى نضيف نص كوباية لبن دافي. بصوا حطيت اللبن تمام بالشكل ده، العجينه حلوه جدا، ما اعتقدش ان هي محتاجه اي حاجه تاني. هتلاقيها حتى لو مفروله معاكي شويه بس هتديكي نعوميه فظيعه للكحكه. تمام، اهم حاجه ان انا اعرف ان انا احشيها واشكلها. تمام، هي هنا يعني النقش فيها هيبقى في صعوبه شويه، مش هتديكي تاثير كويس، بس هنعملها بالبصامة. او ممكن، انا بحب على فكرة اعمل الكحك من غير ما تنقش خالص، سادة بيبقى شكله حلو جدا زي الجاهز بالظبط، فكده كويس قوي. يعني معاكي من نص كوباية لبن لغاية كوباية لبن، ما تزيديش عن كده، المادة السائلة لما بتزيد في الكحك بتنشفه، بتطري العجينة بتخليها طرية وزي الفل، بس الكحكة بعد ما بتستوي بتلاقيها ناشفة ومش حلوة. تمام، ومعانا ام محمد. بسم الله الرحمن الرحيم، خط فصل. طيب احنا عايزين البصامة عشان مش معايا، وعايزين كمان صاج نرص فيه الكحك. بسم الله، وبنشكل الكحك بتاعنا. كل ما عملتيه صغير هيبقى حتى في الشكل شيك جدا، وفي الاكل طعمه يعني، او مش طعمه بقى يعني، اخف والطف، بحيث كمان ان احنا ما نتقلش وناكل كتير. واحدة كده ايه تكفي، ونحاول ما نعملش كميات كبيرة، أسعار الحاجات كلها بقت صعبة قوي، فنحاول نفرح الولاد ونعمل، بس بنعمل بكميات بسيطة عشان كمان ما تفضش مننا وتستنى بعد العيد وفي الآخر يبقى مصيرها ان احنا نرميها أو كده، فده مش لطيف يعني. تمام، يبقى بنشكل الكحك على طول، ما تسيبهوش يخمر. تمام، اول ما تعجنيه وتخلصيه طبعا بنغطيه بفوطه او بنغطيه ببلاستيك، ونبدا نشكل فيه على طول. تمام، بالشكل ده اهو، ونبصمه بالبصامه. ممكن تحشيه، ممكن تعمليه ساده زي ما انت عايزه. اهم حاجه في الحشو، احنا عملنا قبل كده حشوات الكحك مع بعض، عملنا العجوه لازم تتعمل او تتعجن على البارد بزبده، وكمان الملبن نفس النظام، عملنا العجميه مع بعض. ممكن بقى تحشي اي حاجه انت عايزاها او تعمليه ساده، مفيش مشكله. هيتخبز على درجة حرارة 170 على الرف الوسطاني لغاية ما ياخد لون ذهبي فاتح وحلو كده، طلعيه وتسيبيه على الصاج، ما تعرضيهوش لهواء شديد مثلا قدام شباك، قدام باب، قدام مروحة، لا سيبيه يبرد براحته خالص على الصاج، علشان كمان تقدري تتحكمي انك انت تشيليه بكل سهولة. تمام، نعمله زقنطوطي قوي فبقى شكله حلو جدا. تمام، ادي الكحك اللي على البارد، ما بياخدش وقت خالص، ويعني اقول لك ايه، ممكن نص ساعه تكوني عملتيه وشكلتيه كمان، وتستني نص ساعه وتروحي مدخلاه الفرن تخبزيه، هيطلع معاكي احلى كحك سهل ولذيذ طعمه حلو، وما بيقعدش كمان زي ما قلنا ما بيقعدش فتره طويله علشان هو معمول بسمنه بارده، بس طعمه حلو خفيف على المعده لان السمنه فيه مش مقدوحه. تمام، ما بيعملش حرقان في المعده كمان. ادي الكحك، هنكفي على كده، وتعالوا نشوف بقى اللي احنا سويناه. شايفين شكله لطيف جدا، ادي الكحك، الكحكاية مستوية واخدة لون ذهبي فوق وتحت بالشكل ده، تمام جدا. فين ادي السكر بودر، برضو الكحك يتحفظ في علبة محكمة، وما تحطيش السكر عليه غير ساعة التقديم، تمام، عشان يبقى السكر باين عليه كده. لما بيتحط عليه السكر ويتشال فتره، بيبتدي السكر يشرب السمنه اللي موجوده في الكحك، ويبتدي يعمل بقع على الوش كده من السمنه، فيفضل انك انت ترشي السكر قبل التقديم مباشره.
الكحك مقداره جميل جدا، والحمد لله كل اللي عمل الكحك السنه دي بطريقه فاطمه بوحاتي عجبته جدا جدا. انا بصراحه مش قادره اقول لكم مبسوطه قد ايه من كميه الكلام الحلو اللي جات وكميه الرسائل اللي اتبعتت، يعني بجد سعيده جدا بيها. بشكركم كلكم على الكلام الحلو اللي بيتقال، وطبعا سعيده جدا جدا بنجاح الوصفات معاكم يا رب دايما. وبكده دي كانت نقول ايه اخر وصفات العيد، الكحك اللي على البيت.